شكرا ابو سالم. هكذا اذا متابعينا مشاهدينا الاعزاء تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط الظبي سرور بن احمد بن سرور الظاهري 9:31. انتقلنا الى شوط جديد من اشواطنا المستمره، الشوط السابع بمجموع هذه الاشواط. الشوط السابع يحمل فئه الزمول المحليات الأصايل. ننطلق مع الصدارة، نتابع هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة بهذا الشوط للبداية. والمركز الأول نتابع هملول على المركز الأول، هملول بشعار أيضا بشعار محمد بن علي بن راشد الخميساني الظاهري، بينما المركز الثاني جزل بشعار صغير بن عبد الله بن بدر العامري، بينما ننتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث شاهين منصور بن محمد بن سعيد العامري، والمركز الرابع رابع الأسماء رابع التحديات من الجانب الآخر. نتابع هنالك شاهين أيضا شاهين بشعار محمد بن حمد بن أسود العامري، والمركز الخامس يتقدم زاهي سالم بن قشام بن سعيد بالخضارة المحرمي، يقدم لنا زاهي بخامس الأسماء، بينما المركز السادس هملول محمد بن علي بن راشد الخميساني الظاهري، ويتدخل شعار أحمد بن سعيد بن محمد الكليلي مع هملول أيضا في المركز الخامس. المركز السادس يتقدم بهذه اللحظات، عدينا شعار الخميساني في المركز السادس. المركز السابع عنيد محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، بينما ننتقل مع المركز الثامن بهذه اللحظات. المركز الثامن بنتأخر إلى ثامن الأسماء، أخرنا يا أبو سعود إلى المركز الثامن، وشوف اللي واصله أيضا يتقدم صوغان عبد عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر، يقدم صوغان على ثامن الأسماء. المركز التاسع شاهين علي بن عبيد بن سالم الراشدي، والمركز العاشر عاشر الأسماء، بنشوف المركز العاشر بهذه اللحظات اللي واصل والقادم بهذه اللحظات. الطاغي سيف بن خليفة بالضبيب الشامسي مع الطاغي بالمركز العاشر. هذه النتيجة، نداءنا أيضا الأول للعشرة الأسماء الأولى، للعشرة الشعارات الأولى التي هنا تنطلق بهذا الشوط. نعود إلى البداية ونعود إلى الكوكبة. ما شاء الله، هذا الاجتماع مع الزمول، مع بنوك المستقبل، بنوك المستقبل بالفعل هنا مع هذا الانطلاق إلى البداية. نعود إلى الصدارة ومياس وشعار الكليلي، شعار بالخضارة، شعار بن حمودة، وشعار أيضا بن بدر العامري، وشعار بن حمرور. ما شاء الله، الشعارات الحاضرة والأسماء القادمة، وشعار بالأسود مع شاهين محمد بن حمد بالأسود العامري، يقدم لنا شاهين الغائد الأول الذي يتصدر، يقود الشعارات، يقود الأسماء، يقود هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة بهذا الشوط. ركز يا بالأسود، ركز يا أبو محمد، يا أبو حمد على هذا الموقع المميز
موقع الفوز والناموس، موقع ايضا الانتصار. المركز الثاني جزل يا جزل الصغير بن عبد الله بن بدر العامري هنا حاضرا مع جزل بالمركز الثاني. المركز الثالث وصل عنيد محمد بن غانم بن حمود الظاهري حاضرا مع عنيد. المركز الرابع هملول احمد بن سعيد بن محمد الكليلي مع رابع الاسماء. نتاخر الى المركز الخامس. المركز الخامس بهذه اللحظات أتابع زاهي، وصل زاهي، وصل أهالي المسعودي الباحثين عن النقطة الثانية. قدموا لهنا، قدموا شهم، والآن يتواجدون مع زاهي بالفعل بشعار سالم بن قشام. سالم بن قشام بالخضارة المحرمي هنا، شباب المسعودي حاضرين مع هذا الاسم. بينما المركز السادس، المركز السادس وتابع الوصول من شاهين منصور بن محمد بن سعيد بن حمرور العامري حاضرا مع شاهين. المركز الثامن او السابع الغبطان العيناوي قادم، قادم شعار القلعة العيناوية هنا، يتواجد مع هملول محمد بن علي بن راشد الخميساني الظاهري. ركز يا محمود، محمود البلوشي من يتابع ايضا هملول. بينما المركز الثامن، عدينا ايضا السبع المراكز الاولى، المركز الثامن يتواجد هنا، يتواجد شاهين مبارك من دقاش بن محمد العامري. بينما المركز التاسع وصل مبشر مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي. والمركز العاشر الشهم سعيد بن سليم بن حربي العامري هنا مع عاشر الأسماء. وتابع شعار شاهين علي بن عبيد بن سالم الراشدي، وأيضا الشهم مع بن حربي يطمح بتسجيل النقطة الثانية هنا بالفعل بهذا الصباح. هذه النتيجة. ندانا الثاني، بنعود إلى الصدارة بعدما عدينا العشر المراكز الأولى. ومع النداء الثاني بهذا الشوط نعود إلى البداية والمقدمة بالأسود، بالأسود بالأسود مع شاهين محمد بن حمد بالأسود العامري من يتواجد وينطلق مع شاهين. انطلاق مميز، سيطرة مميزة وقيادة مميزة بالفعل، ما شاء الله على هذا الحضور، على هذه السيطرة الممتازة التي هنا يقدمها لنا شاهين. يقدم السيطرة المميزة ويترأس هذه الشعارات، يترأس هذا الاجتماع مع بالأسود. ولكن وصلوك يا بالأسود، وصلك بن حمودة القادم عنيد محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. الشعار الاقتصادي يتواجد. روح يا ابو حمد سالم بن حمد المخيبي، نطالبك بالرموز السنة مع هذا الشعار، مع الشعار الاقتصادي هذا الشاهدين ايضا الحضور المميز. بينما المركز الثالث زاهي مع اهالي المسعودي سالم بن قشام الخضارة المحرمي يمثلهم بالفعل. سالم بن قشام يمثل اهالي المسعودي في هذا الشوط بالفعل. الكيلو الخطير، كيلو الصراع، كيلو الإثارة، كيلو التحدي، ما شاء الله. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل شاهين بن دقاش غادم مبارك بن دقاش بن محمد العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع هنالك الشهم سعيد بن سليم بن حربي العامري، والشعارات غادمة، الأسماء غادمة، ولكن خلاص بالأسود 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 مع شاهين. الله 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 الله، محمد بن حمد بالأسود العامري هنا يقدم لنا شاهين بهذا الانطلاق. ابو حمد، روح يا ابو حمد، السلام هنا مع اهالي ايضا. بيروح وين الى اهالي زاخر، السلام بالفعل الى اهالي زاخر هنا مع هذا الانطلاق. ولكن وصل بن حربي، وصل بن حمود، ركز يا بالأسود، الاسماء قادمه، الشعارات قادمه، وشاهين
وين بداها دير الزمول. الله 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 يا شاهين، الله يا شاهين، ما شاء الله تبارك الله على هذه النهاية. سلام زاخر، سلام سلام بالأسود، سلام سلام يا أبو سمرة، سلام، تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بالأسود العامري، واسعد الله صباحك على هذه النهاية المميزة. المركز الثاني الشهم سعيد بن زليم بن حربي العامري، المركز الثالث عنيد بشعار محمد بن غانم بن حموده الظاهري، المركز الرابع شعار بن حمرور أو شعار سالم بن قشام بالخضارة المحرم يزاهي برابع على سماء. المركز الخامس، المركز الخامس بن دقاش مع شاهين مبارك بن دقاش بن محمد العامري. ما شاء الله يا هذا الشوط، يا هذا التحدي بالفعل. التوقيت الزمني 9:42:70 جزءا من الثانية سجل معنا بهذا الشوط.